أما كون الأسانيد مرسلة كما زعموا فمعلوم أن المنقول عن الإمام أحمد أنه قال ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث وفي التفسير وفي المغازي.